بعد قرن وأربعة وعشرين عاماً لم تنطفئ فيها نيران المقاومة، مقاومة شعب وقف صامداً في وجه إحدى أعتى القوى الاستعمارية. كان نوفمبر، التاريخ 21 نوفمبر 1954، الساعة تمام منتصف الليل، المكان بلاد قرر أبناؤها قص جذور المستعمر، فدوت على وقع القرار جبال الأوراس وجرجرة وكل شبر من أرض الجزائر. في تلك الليلة استيقظ المستعمر على وقع عمليات مسلحة نفذها شباب لم يتعد عددهم 1200. ليلة كلفت المستعمر خسارة موجعة، فكانت تلك أول خطوة على طريق الثورة، ثورة تشبع مفجروها بمبادئ وقيم الحركة الوطنية، كانت أولى لبناتها إعادة اللجنة الثورية للوحدة والعمل جمع شتات المقاومة بتجميع إطارات المنظمة الخاصة. شباب آمنوا بأن القضاء على حيف الاستعمار يمر حتما بالكفاح المسلح، ليلتقوا ذات جوان 54 فيما يعرف باجتماع 22 وتولد جبهة التحرير الوطنية، قبل أن يهندس القادة الستة لثورة التحرير في 10 أكتوبر آخر الرتوشات لميلاد إحدى أكبر ثورات التحرير في التاريخ، ويصنع من ليلة القديسين ليلة قدسية الجزائر.